هنعمل الفراخ الصينيه بالكاتشب، عباره عن كيلو فراخ مخليه، يفضل ان هي تبقى وراك، ونص كوب دقيق، واربعه معلقه كبيره زيت، ملح وفلفل، 2 معلقه كبيره ثوم مفروم، وواحد كوب كاتشب. هقول المقادير تاني علشان اللي حابب ان هو يصورها او يكتبها. فراخ الصينيه بالكاتشب عباره عن كيلو فراخ مخليه، بيفضل ان هي تبقى وراك مكعبات، ونص كوب دقيق، 4 معالق كبار زيت، زيت زيتون او زيت عادي حسب الرغبه، ملح وفلفل، و2 معلقه كبيره ثوم مفروم، وواحد كوب كاتشب. هنبتدي على طول بالوصفه. الوصفه سهله جدا 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 ومفيهاش اي حاجه. انا هاخد بس جوانتي. طبعا انا قلت برضو يوم لما عملت البيف اللي كان بالتشاينيز، قلت ان الاكلات الصينيه دلوقتي ابتدت تنتشر بشكل كبير جدا عندنا هنا في مصر. يعني دايما لما بروح الاماكن بتاعه اللي هي بيبقى فيها الفود كورت، اللي هي منطقه المطاعم، بلاقي عدد كبير جدا على الناس من الناس واقفين يعني ناحية التشاينيز. دلوقتي أنا هحط الفراخ المكعبات اللي أنا عاملاها دي اللي هي الوراك، هحطها في الدقيق، هغلفها يعني بالدقيق. طبعا الارقام قدامكم اهي على التليفونات لو في اي حد عنده اي استفسارات او يعني عايز يسأل عن اي حاجة، احنا معاكم. موضوع بقى الوصفات اللي انا هقولها النهارده كلها مش هتاخد وقت، وبسيطه وسهله، والمكونات بتاعتها بسيطه جدا. الحاجه احلام معانا من الجيزه. الو، مساء الخير. مساء الخير، اهلا، ازيك يا مدام سهى؟ ازاي حضرتك؟ ازيكي حضرتك، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، منوراني. انا متشكره قوي على الحاجات الحلوه اللي بتعمليها يا حبيبتي لاطفالنا. ربنا يخليك يا رب. انا اتصلت بيكي يا مدام سهى من مده كده وقلت لك احفادي عايزين يطلعوا معاكي. اه زي حضرتك، انا افتكرتك طبعا. طب اخدوا الرقم؟ هما في الكنترول. اه مش عارفه بقى صراحه، اديهم الرقم تاني على العموم. بصي، هو ممكن يبقى الادوار، لان كان في ناس متصلين فبيجيبوا الناس، الضيوف بتيجي بالدور بس، يعني ما تقلقيش لو هم اخدوا رقم حضرتك، بس ممكن حضرتك برضو تسيبي الرقم تاني. ويا ريت والله، ينوروني جدا، انا يعني في انتظارهم ان شاء الله، اكيد هينوروني باذن الله يوم، واكيد اي حد يعني هينورني يعني يتكلم، وان شاء الله باذن الله اكيد هيبقى معانا في حلقه، هبقى مبسوطه قوي. يعني انتوا مش متخيلين الموضوع ده اصلا، يعني احلى بارت بالنسبه لي، او احلى جزء بالنسبه لي في الحلقه، بيبقى الجزء اللي الاطفال معايا فيه. بحس بنفسي بحس ان هم يعني بجد عفويين وتلقائيين، وفعلا اللي قلبهم على لسانهم، وفعلا هم دول انضف ناس واطهر ناس، وتحس ان هو كلامهم فعلا بيبقى من القلب، يعني مفيش حوارات زي الكبار كده شويه. بس انا عملتش اي حاجه. بصوا الوصفه سهله ازاي. انا حطيت بس الدقيق معاه الفراخ كده بس. هعمل ايه دلوقتي؟ هسخن الطاسه وهحط فيهم، احنا كان عندنا في المقادير 4 معالق زيت، هنحط بس 2 معلقة زيت. ليه؟ هوريكم دلوقتي ليه. معلقتين بس زيت كده، وكتروا شويه معايا بس مفيش مشكله. هتسخن وهحط عليها، هحط في النار، هجيب بس معلقه خشب. هحطهم في النار، بس انا حابه ان الزيت يبقى سخن قوي علشان يعني ايه ياخدوا لون على طول، ما نستناش يعني ما ياخدش وقت على النار. الوصفه سهله جدا، وبجد لو الولاد جربوها، يعني ما فيش حد، اظن الولاد كلهم ما فيش حد ما بيحبش الكاتشب. انا بصراحه كنت عامل طريقه الكاتشب، بس يعني زميلتي اسماء عملت الكاتشب قبل كده لبيتي، حلو جدا وصحي وموجود، يعني نقدر نعمله بسهوله جدا في البيت ومن غير اي تكلفه. برضو احنا هدفنا الاساسي ان احنا نعمل كل حاجه في البيت باقل التكاليف.
حطينا الفراخ كده في الطاسة، ممكن الكمية ايه كبيرة شوية بس مش مشكلة، هنحطهم هما بس هياخدوا لون وهنقلب كده. هيبقى لونهم حلو قوي علشان والدقيق كمان هيمسك شوية. بصوا الدقيق عمل لون. احنا كمان بنحط بقى دلوقتي يعني في العادي ان احنا بنحط مع الفراخ الملح والفلفل، انا ما نسيتش على فكرة، هو المفروض ان هو بيتحط دلوقتي، بنحط معلقة الملح او حسب الرغبة يعني، ما بحبش ملح كتير عشان الملح مش مفيد قوي، ورشة فلفل صغيرة علشان طبعا الولاد مش بيحبوا الحاجات الحراقة. طبعا الوصفات دي كلها ممكن لو حابين ان احنا ناكلها ككبار، لو حابين ان احنا نضيف مكونات حراقة مفيش مشكلة خالص، يعني لو حابين ان احنا نحط فلفل حامي هيبقى حلو جدا مع الطريقة دي، بس طبعا انا عند وعدي ان كل الحاجات اللي احنا بنعملها للأطفال والكبار زمايلي طبعا كلهم بيغطوا بصراحة الجوانب كلها، فمش محتاجين يعني ان احنا نخرج بره برنامج ست ستات خالص. بس هو بس هياخد ايه تشويحة كده شوية، وبعدين هجيب طبق، ممكن اجيب طبق من هنا، فين الاطباق؟ هنا الطبق. عايزة طبق ايه سيد بعد اذنك؟ يعني اما هتاخد تشويحة شوية هعمل ايه، هطلعها وفي نفس الطاسه هحط الزيت بقى الباقي، علشان انا قلت لكم ان احنا نص كميه الزيت هم 4 معالق. الطريقه المفروض ان احنا بنحط معلقتين الزيت بنشوح فيهم الفراخ اللي احنا حطينا عليها الدقيق، وبنحط عليها الملح والفلفل، وبعدين نديها تشويحه نطلعها من على النار في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها الحاجات، هنحط الزيت وهوريكم بعد كده، يعني هخلينا ماشيين خطوة خطوة علشان ايه ما نتوهش من بعض، واحنا ماشيين كده هنقول هنعمل ايه. الطريقة دي بقى بيفضل فيها الوراك، ليه؟ لان الوراك بتستوي اسرع، بس مفيش مشكلة ممكن تتعمل طبعا بالصدور الفراخ، يعني مفيش مشكلة، بس انا علشان كده انا كاتبة ان يفضل الوراك، لكن ان هي تتعمل بالصدور مفيش مشكلة، بس ممكن تاخد وقت اكتر شوية على النار. هو انا مش بسويها، انا بس حابه ان انا اديها اللون، فهي ايه هتاخد التقليبه كده شويه، انا حابه ان تبقى في كل الجوانب عشان تبقى مستويه. وعايزه يعني انا دايما بفكركم ان احنا يا ريت ان احنا ندخل ولادنا المطبخ من سن صغير، لان كل لما بيدخلوا وهم سن صغير بنعودهم على حاجة هم بيمشوا عليها زي ما اتفقنا. لو هم اتعودوا ان هم يشاركونا في المطبخ من هم صغيرين، اولا هم بيعتمدوا على نفسهم اكتر، لان هم احنا بيدخلوا معانا وبيعرفوا كل حاجة ايه، مش هيعتمدوا علينا في كل حاجة. يعني لو احنا نايمين مثلا في يوم وهم حابين ان هم يعملوا جعانين، مش لازم ان هم يصحونا، يعني الواحد بقى عنده اعباء كتير وشغل والحياة نفسها بقت مرهقة، فمفيش مانع ان هم لو بيدخلوا معانا المطبخ هيعرفوا ان هم يعملوا ده. طبعا ولاد وبنات، يعني انا بشجع كمان الامهات اللي بيدخلوا الولاد بالذات، لان البنات بديهي والبنات بيبقوا عندهم والله مش البنات بس اللي بيبقى عندهم حب، هو البنات والولاد، بس احنا عادة بنخلي الولاد يكسلوا، وكله طبعا تبع التربية، انتي على حسب ما بتربيهم من الاول. لو انتي قايله للولد ان هو زي البنت بالظبط، ان هو يحاول في ان هو يساعدنا في ان هو يعمل حاجات في المطبخ، او حتى بعيدا عن المطبخ ان هو يدخل مثلا يوضب الاوضه بتاعته، يلم مثلا غسيل، ايه المانع؟ يعني في حاجات كتير جدا ممكن الولاد يعملوها هتريحنا وتريح اللي بعدنا.
او دلوقتي انا شوحت النار زي ما انتم شايفين اهي قدامكم زهره تشويحه انا ما سويتهاش، واحط دلوقتي المعلقتين التانيين الزيت، هعمل فيهم ايه؟ هشوح فيهم الثوم المفروم. هي طبعا كده او كده الطاسه فيها سخنه يعني، فمش محتاجين ان احنا نستنى، فنزلت الثوم على طول وبس، هيبقى لونه ذهبي شويه، هنزل عليه الكاتشب كاننا بنعمل صلصه بس ايه يعني بنطبخه يعني، بس بجد طعمه تحفه يعني، احنا ما حمرناهوش اهو، يا دوب اخد لون ذهبي، هنزل الكاتشب عليه. دي كوبايه كاتشب زي ما انا قلت، بتدي تيست فظيع، حلو جدا. الولاد كلهم بجد لو داقوا الوصفه دي يعني هيبقوا مبسوطين جدا، وخصوصا الولاد اللي مش بيحبوا الفراخ او اللحوم او كده، هنقدر ان احنا نضحك عليهم شويه بالوصفه دي عشان بيحبوا الكاتشب فهياكلوها يعني. بصي لون الكاتشب اصلا عاده ما بيبقاش لونه كده، بيبقى لونه فاتح، بس لما يعني كاننا بنسبكه كده مع الاكل. احنا ممكن نوطي شويه، بس هو اخد غلوه كده على النار، هحط عليه الفراخ تاني، هرجع الفراخ تاني جوه الطاسة، ايه؟ اه هي كده فعلا استوت على مرحلتين، وبجد هي نفس لما هقدمها لكم ان شاء الله بعد ما هتخلص هتبقى نفس الشكل بتاع الفراخ اللي بالكاتشب التشاينيز اللي احنا بنجيبها من محل معروف في اماكن اللي هي الطعام. اه طبعا، وعملنا قبل كده السويت اند ساور بس بالبيف برضو، اي حاجة ممكن ان احنا نغير المقادير بال يعني بدل فراخ لحمة، اللحمة بس بتاخد وقت اطول في السوى، عشان كده احنا كنا مقطعينها برضو صغير قوي ودخلنا فيها ساعتها حتى البروكلي انا فاكره، علشان يعني البروكلي طبعا برضو حاجه كانت مفيده جدا للولاد وفيها حديد عالي جدا وفيها يعني فيتامينز ومعادن وحاجات كتير، ففي حاجات على زي ما احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجات صحيه، بنحاول في نفس الوقت برضو مش شرط ان احنا نعمل كله هيلثي فود، بس يعني بندخل لهم شويه، دي برضو ما فيهاش سعرات حراريه يعني كتير خالص يعني، بس فيها كاتشب والولاد هيحبوها. بس بصوا بقى لونها بقى حلو ازاي، ومش بتاخد وقت خالص، بالذات الوراك يعني مش بتاخد وقت خالص على السوى يعني، لو صدور ممكن تاخد وقت شويه، مش تاخد وقت برضو، هي هتاخد وقت مثلا 10 يعني 10 دقايق ربع ساعه، دي برضو مش هتاخد وقت، نفس الكلام. خلوا بالكم لما تعملوا الوصفه دي وتاكلوها هي بتقرمش شويه علشان الدقيق يعني، ما تفتكروهاش ان هي نيه او مش مستويه، لا هي مستويه بس الاكل بيقطم كده شويه، وحابين ان احنا نتفادى الموضوع ده نسيبها على النار اكتر تستوي اكتر يعني، احنا كمصريين بنحب الاكل ويل دان مستوي قوي يعني. هو الفراخ ما فيهوش ويل دان، اللحمه عاده هي اللي كده، بس يعني ايه انا برضو بقول ايه معلومه. اوه الاكل، اديني في الاكل انا معاك. اي حاجه تمام. بس انا هسيبها كده ايه شويه على النار علشان تستوي، بس هوطي عليها خالص. هي كده الفليفر فيها هيبقى قوي، لو حابين ان احنا نقلل شويه ممكن نحط شويه ميه وتستوي اكتر، بس انا بحب طعم الحاجة تبقى جامدة. ممكن طبق بقى يا سيد، انا هسيبها تستوي شوية.